السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قلت جديد في تلفزيون توشيبا. تلفزيون توشيبا بيشتغل باي سي باور اس تي ار زد. التلفزيون انا كشفت عليه، وبعد ما كشفت عليه اكتشفت ان الاي سي عطلان ومحتاج اي سي جديد، علشان قطع الغيار اللي في السوق مش مضمونة، فانا هعمل تعديل لدائرة الباور. هفك الاي سي من مكانه وهفك المحول من مكانه وهبدا بتعديل دايره الباور. في الفيديو الحالي التعديل اللي هعمله، هجيب مكنه تلفزيون قديمه من عندي، تلفزيون سامسونج. اهم حاجه دايره الباور تكون شغاله، هتأكد ان دايرة الباور شغالة قبل ما اعمل اي حاجة. هوصل وهتأكد ان دايرة الباور شغالة. هوصل دايرة الباور شغالة واللاين شغال، دليل على ان دايرة الباور شغالة. اقفل. هبدأ اخد دايرة الباور من التلفزيون السامسونج واحطها على التلفزيون التوشيبا. التلفزيون السامسونج الموديل الحالي المحول التخزير بيطلع هنا خطين فولت، خط عليه 15 فولت وخط عليه 125 فولت. هو نفس المحول الخاص بيه التلفزيون التوشيبا، عليه خطين، خط خاص بالصوت وخط خاص بال 125 فولت. هبدأ اعمل التعديل الجديد. هفك دايرة الباور من التلفزيون السامسونج واحطها على التلفزيون التوشيبا. هقطع الجزء الخاص بدايرة الباور علشان احطها في جنب في التلفزيون. هبدأ اقطع، اوضح التقطيع. دايرة الباور هقطع بالطول. هبدأ اقطع دايرة الباور على التحديد، واهم حاجة عندي الخطين الفولت اللي طالع، خط ال 110 وخط ال 12 فولت اللي هو ال 125 فولت واللي هو ال 15 فولت. حاليا جهزت التعديل، فكيت المحول، فكيت اي سي الباور، دايرة الباور. هبدأ بالتوصيل. هوصل طرفين المكثف الموجب والسالب 300 فولت على المكثف الدايرة الجديدة، ولكن انا هلغي المكثف الحالي علشان هستخدم المكثف اللي في التلفزيون. حاليا انا وصلت خط 300 فولت من المكثف الرئيسي في دايره الباور الخاصه بالتلفزيون على المكثف هنا 300 فولت، وصلت خط ال 110 وصلت خط ال 12 فولت، وهبدا اوصل واقيس الفولت. اوصل، اوضح الفولت، هبدا اوضح فولتيات الباور، خارج الباور اللي انا عامله الخاص بالسامسونج. هنا خط ال 12 فولت عليه 13 فولت، وهنا خط ال 110 فولت عليه 125 فولت.
فولتيات كلها تمام، وهبدا اوصل على التلفزيون. هبدا اوصل هنا خط اللي هو 12 فولت، هوصله على المكشف بعد الموحدات على خارج المحول القديم. هنا المكشف الخاص بال 12 فولت، هوصل عليه ال 12 فولت. هنا وصلت خط ال 12 فولت على المكشف الخاص بال 12 فولت، وهبدا اوصل ال 110 على المكشف الخاص بال 110 فولت اللي هو ال 125 فولت. هنا وصلت خط ال 12 فولت، وهنا وصلت خط 110 فولت، واتأكد من الموجب والسالب علشان ما اعملش قفلة في التلفزيون. هنا الموجب والسالب نفس الوضع على الكارت الجديدة اللي نعملها، الكارت اللي انا قطعها. هنا الموجب والسالب خط ال 12 فولت، الموجب والسالب خط 110 فولت. لازم اتأكد ان السالب مع السالب والموجب مع الموجب، وهبدأ اشغل التلفزيون طبيعي جدا واتابع. حاليا وصلت ودايره الباور شغاله والليد الاحمر اشتغل معاه تمام، وهوضح الفولت. الفولت على خط 110 فولت موجود 125 فولت، وعلى خط 12 فولت موجود 14 فولت، كلها فولتيات مناسبه لتشغيل التلفزيون. وحاليا التلفزيون شغال، هوضح التلفزيون شغال. هنا موضح، التلفزيون شغال شاشة كاملة. هوصل فيديو وهوضح الألوان إذا كان في تموجات في الشاشة أو لا. هنا الشكل العام بعد التأثير والتجميع، لوحة الباور الخاصة بالسامسونج اللي أنا عدلتها، المكان مناسب. التلفزيون شغال تمام بعد ما وصلت فيديو، الوان طبيعية، شاشة كاملة من فوق ومن تحت ومن الجنبين، فولتيات تمام، كل حاجة تمام. الحمد لله تم اصلاح عطل التلفزيون بنجاح. ولو عجبك الفيديو ابقى انزل تحت الفيديو واعمل لايك واعمل تعليق، وتحياتي للجميع والى اللقاء في عطل جديد.